أقيمت فعاليات مؤتمر دبي الرياضية الدولية التاسع، والذي شهد حضور رئيس نادي نوتنغهام فورست الإنجليزية السيد فواز الحساوي الذي يمثل دولة الكويت، وعرض تجربته الرياضية أمام كبار مسؤولي الرياضة بالعالم. المزيد من خلال هذه الرسالة. منذ عشرات السنين يأتي مؤتمر الاستثمار الرياضي الدولي في نسخته التاسعة بمدينة دبي ليعزز مكانته من جديد كوجهة رئيسية لألمع نجوم كرة القدم، وليستعرض قصص نجاح شهدتها اللعبة على مر تاريخها. وأنا صراحة أشعر بالفخر لما أكون مدعو مع من قبل هؤلاء النجوم، يعني أحاول أني أضيف ولو شيء بسيط من الخبرة اللي خلينا نقول بسيطة نوعا ما اللي كانت لي في بريطانيا بالثلاث سنوات اللي طافت. نحاول أن نضيف شيء حق هالمؤتمر اللي صراحة من نجاح إلى نجاح اللي قاعد تقدمه. المؤتمر هذه السنة يسجل لأول مرة حضورا كويتيا ناجحا ممثلا في فواز الحساوي مالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، إلى جانب نخبة كبيرة من صناع وخبراء الكرة الذهبية وعلى رأسهم ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. احنا كلنا يعني نحب نستفيد ونحب نقلد الناجح ونقلد المتقدم، وانت مثل ما تقولين يعني هم جايبين من كل جايبين مثلا ميشيل بلاتيني، جايبين كابيلو، جايبين كريستيانو رونالدو، شخصيات مهمة في الرياضة الحقيقة وشخصيات معروفة دائما تضيف لهذه المؤتمرات، ودائما الواحد يستفيد انه يكون يحضر مؤتمرات في هذا الشكل. فعالية المؤتمر سلطت الضوء على الرؤية الأوروبية في تطوير اللعبة، إضافة إلى بيريويجي كولينا الذي تطرق إلى جهود الاتحاد الأوروبي في تطوير التحكيم. إذن رغم الجدل الكبير حول تحول كرة القدم من لعبة إلى تجارة، يؤكد مؤتمر الاستثمار الرياضي الدولي على أن مستقبل هذه اللعبة الشعبية العالمية لابد أن يحمل في طياته رسائل اجتماعية تضامنية وإنسانية. لتلفزيون دولة الكويت، نورة عيلال، دبي.